ده حكم أول درجة وتم الاستئناف عليه، وأول جلسة استئناف هتبقى يوم 8/11. ما احناش عارفين إما إنه في عدد من السيناريوهات يعني في الجلسة دي، إما إنه القاضي يحكم من أول جلسة اللي هو يوم 8/11، أو إن القاضي يأجل أكتر من جلسة، وما احناش عارفين المسافات بتاعة الأجال ديت قد إيه. كنا نتمنى إن احنا ناخد فرصة حقيقية في الدفاع عن نفسنا أمام محكمة أول درجة، لكن يعني الناس كلها شافت اللي المحامين كتبوه. المحامين كانوا بيطلبوا طلبات، منها ان اللجنه بتاعه الاذاعه والتلفزيون اللي اعدت تقرير فني حوالين الفيديو ان الدفاع عايز يناقشها، فضلا على اننا احنا عملنا تقرير من لجنه استشاريه من 3 متخصصين في مجال السينما والمونتاج، وقالوا ان الفيديو فيه تلاعب وفيه مونتاج، وكان المفروض يبقى في لجنة ثلاثية من معهد السينما بقرار من القاضي مش لجنة استشارية، وده اللي كانوا المحامين بيناقشوا فيه رئيس المحكمة، وكانت المناقشة حوالين التأجيل يعني. فمشوا على اعتبار ان القاضي اخر الجلسة هيقول الاجل امتى، لانه لم يبدي المحامين اي دفاع او مرافعة، ففوجئوا بصدور هذا الحكم وتم الطعن عليه، وعندنا أمل كبير إن احنا نقدر إن شاء الله نلغيه في الاستئناف. مفيش تعريف جامع مانع لإيه هي القضية المخلة بالشرف وإيه اللي مش مخلة بالشرف. لو بصيت مثلا على قوانين الضرائب، هتلاقي قوانين الضرائب بتنص صراحة على انه التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف، ماشي؟ وده اللي بيفتح مساحة. هل الجريمة المخلة بالشرف شرط حتى يمكن لأي جريمة ان نطلق عليها الوصف ان ينص المشرع صراحة على ان هذا الفعل اذا ارتكبه شخص ما تعد جريمة مخلة بالشرف؟ لو بصينا للمادة اللي انا محال بيها، مفيش فيها هذا النص. والمحاكم كمان في تعريف الجريمة المخلة بالشرف اختلفت، يعني مثلا في بعض المحاكم اعتبرت اصدار شيك بدون رصيد جريمة مخلة بالشرف، ومحاكم اخرى ما اعتبرتوش جريمة مخلة بالشرف. المعيار في دوت بيبقى خاضع بزاوية اكبر للقاضي، بس دي مرحلة تانية. لو صدر الحكم ضدنا في الاستئناف هتبقى مرحلة تانية من المناقشة، ربما اللي هتحسمها في دوت يعني لجنة الانتخابات الرئاسية لو انا كان القرار خوض الانتخابات.